السلام عليكم ورحمة الله. الشباب مصدر قوة لكل أمة ودعامة لأمنها واستقرارها، ولذا تجدهم في الدول المتقدمة سبباً أساساً لهذا التقدم، بعد أن أولتهم دولهم الاهتمام وشملتهم بأنواع الرعاية. ولأنهم القوى المتحركة والأقرب لقبول التغيير، كانوا محط أنظار الجميع استقطاباً واستثماراً. وفي عالمنا الإسلامي كغيره، كان الشباب هم من نشر الدين، وهم من حمل عاتق التبليغ، وهم من تصدوا للطغاة والمستبدين، وكانوا الثقل الأكبر في نجاح الثورات. غير أنك اليوم وبعد سنوات تجدهم ضحية السجن والقتل والتهجير، بعد أن تمردوا على واقع الثورات المضادة التي لم تمهلهم حتى يفيقوا من صدمة الانقلابات، لتكون هذه الانقلابات محرقة لشباب الأمة. عنوان حلقة كلمة سواء اليوم: الانقلاب محرقة الشباب، ولكن مع هذا الفاصل القصير. تقبلوا في الشهداء، انزلوا منازل الشهداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتداء نتقدم لإخواننا في مصر الحبيبة بكامل العزاء لفقدانهم خيرة شبابهم، نسألهم عند الله شهداء. وابتداء أرحب بكم وباسمكم أرحب بالأستاذ محمد الهامي، الكاتب والباحث في التاريخ الإسلامي، فحياكم الله أستاذ محمد. أهلا بكم أخي الكريم، أهلا وسهلا بكم. ابتداء نعزيكم حقيقة، فعظم الله لكم أجر، وكذلك عزاؤكم متبادل فيما قدر منذ أسابيع في درنا وبنغازي قبلها، وكذلك في الجنوب، فعزاء متبادل. نعم، نحن نعزي يعني أهلنا في مصر وأهلنا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. الحقيقة هي معركة واحدة، معركة الأمة كلها، وشباب الأمة كله أمام المدفع وهو من يخوض هذه المحرقة. فيعني لا نعزيكم إلا بقدر ما نعزي أنفسنا، ونسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا فرجا ومخرجا قريبا. اللهم آمين. عندما رأينا الصور التي بثت لمجموعة الشباب التسعة الذي قضوا ونحسبهم عند الله شهداء، أكبرهم 30 عاما، وتوقفت كثيرا عند هذه المسألة لأسأل وأناقش في لماذا الشباب بالذات، وبالتالي كانت فكرة طرح هذه الحلقة على محاور متعددة. سأبدأ ابتداء بالحديث عن الشباب في ظل الأنظمة المستبدة قديما، كيف تعاملت الأنظمة مع الشباب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا الشباب؟ هذا سؤال أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لقد بعثت بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بالشباب، قال: فإنهم أرق قلوبا وأمضى عزيمة. الشباب يعني لم يتطبعوا على شيء فهو يشدهم إلى الوراء أو إلى الخلف، لم تتيبس أفكارهم، لم تتيبس حتى لم تنشأ لهم المصالح والعلاقات والتوازنات التي تجعلهم يرفضون الجديد الطارئ إذا اقتنعوا به. فهم أرق قلوبا، ما تزال قلوبهم غضة نضرة تستطيع أن تستقبل الأفكار الجديدة، وإذا آمنت بها فهم أمضى عزيمة. ولذلك في حديث عائشة المشهور رضي الله عنها لما قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لنبيه. كيف يوم بعاث؟ هذا يوم كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تقاتل فيه الأوس والخزرج وفني فيه رؤوس القوم. فالذين تولوا قيادة المدينة بعد يوم بعاث كانوا من الشباب، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير.
فهؤلاء لم يحتاجوا إلا إلى جلسة ودعوة من سيدنا مصعب بن عمير حتى تبين لهم الحق. بينما قضى النبي 13 عاما في مكة وهو يجادل رؤوس القوم ودهاقينهم الذين يعني شاخوا في الجاهلية تكلسوا. نعم، هؤلاء حتى ولو آمنوا فلم يكونوا على استعداد لأن يتركوا ما هم فيه. والكلمة المشهورة المروية عن أبي جهل قال: تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، ثم قالوا منا نبي فأنا يكون لنا ذلك. هذا يعني هذا وضع رجل لم يفكر في الأمر على أنه حق وباطل، وإنما تكلس ذهنه وأعصابه عند المنافسة بينه وبين بني عبد مناف. كذلك لما قال صاحب مسيلمة الكذاب، قال: والله إني لا أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فهو كذاب ربيعة، يعني الأمر أيضا ذهنه تيبس وتوقف عند مسألة المنافسة القبلية. أما الشباب فلم يكونوا كذلك، بمجرد أن آمن سيدنا أسيد بن حضير ثم جاء سعد بن معاذ، وكانت المرة الأولى التي كما يروي أسيد بن حضير التي إذا رفع سعد بن معاذ حربته فإنها لا تنزل إلا وهي تقطر دما، مصعب بن عمير وكان شابا قال: ألا تجلس يا سيد العرب؟ فإن أحببت ما نحن عليه دخلت فيه، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: هذا كلام حسن. ثم استمع إليه ثم ذهب إلى أهله وقال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأبنائكم علي حرام ما لم تدخلوا هذا الدين. فالشباب أرق قلوبا وأمضى عزيمة. ولذلك الحقيقة يعني إذا نظرنا إلى عموم الساحة الثورية في عالمنا الإسلامي، وأنا أريد أن أؤكد على أن المعركة معركة واحدة، وأن الأمة أمة واحدة، وأن هذه الحدود التي وضعت بيننا لم نضعها نحن، هذه حدود صنعها الاستعمار، يعني المحتلون هم الذين صنعوا هذه الحدود، نحن لم نصنعها. فليس يفرق بين أهل مصر وأهل ليبيا إلا خط متوهم، بينما أهل غرب مصر وأهل شرق ليبيا أنساب وأصهار وعائلات واحدة. ما كان بين مصر والسودان نفس الكلام، بل إنه رفح المصرية ورفح الفلسطينية هي بالأصل قرية واحدة مضى عليها خط التقسيم، فقسم هؤلاء إلى فلسطيني وهذا إلى مصري. فلو أقول لو نظرنا إلى مجمل الساحة الثورية فما سنجده من المكاسب إنما سيكون محسوبا في ميزان الشباب. ما سنجده من الخسائر أو الإخفاقات فغالب ظني أو يعني الذي يقترب من يقيني أن مشكلته في القيادات وفي النخب وفي هذا سنناقشه في محور الثورة والشباب. نعم. والثورة، لكن يهمني أن أوطئ ابتداء كيف تعاملت الأنظمة هذه الأنظمة. نعم. هل استطاعت تدجين الشباب مثلا إلى غير ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، نحن الآن نجيب يعني لو أننا قبل الثورات العربية قد كنا سنختلف في إجابة هذا السؤال، هل استطاعوا تدجين الشباب أم لم يستطيعوا؟ نحن الآن أثبتت لنا أيام الماضية أنهم لم يستطيعوا، وأن الشباب لا يزال يقاوم ويجاهد وأنه خرج عليهم. لكن الأنظمة المستبدة هذا يعني أصل في تفسير كل شيء يجري حولنا. الأنظمة المستبدة هي الواجهة للاستعمار. الأنظمة المستبدة هي خط الدفاع الأول عن مصالح الاحتلال الأجنبي. ولذلك في بلادنا ومنذ نحو 100 سنة والمئتي سنة على اختلاف المناطق في عالمنا الإسلامي، هذه الأنظمة إذا تهددت نزل الاحتلال بنفسه لينقذها. هذا حدث لأول مرة عندنا في مصر قبل 140 سنة في ثورة أحمد عرابي. ما كادت الثورة التي ما كادت تنجح حتى نزل الإنجليز وفوضهم أعداؤهم التاريخيون الفرنسيون، فوضوهم في أن يحكموا مصر رغم هذا العداء الذي كان بينهم. فالمسألة هنا أن حين نقول الأنظمة المستبدة ماذا استطاعت أن نفعل، فينبغي أن ننظر إلى الأجنبي ماذا يريد أن يفعل بشبابنا. لأن الأنظمة هذه التي تحكمنا ما هي إلا الأذرع التنفيذية لإرادة المحتل الأجنبي. إذن تريد أن تصل القول أن الأنظمة ليست إلا سبيل. نعم. لغاية أرادتها القوى الأخرى. بالضبط. وهم يعرفون أن بقاءهم في مناصبهم مرهون بحسن تنفيذهم للسياسة التي يضعها أسيادهم في الغرب. إذن يجب علي أن أعدل السؤال فأقولك: ماذا يريد المستعمر أو كيف تعامل المستعمر مع شبابنا؟ نعم، كيف تعامل المستعمر مع شبابنا؟
هذا أيضا هذا سؤال نجد إجابته في قول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الأصل أن تخرج هذه المنطقة من هويتها الإسلامية ومن ثوبها الإسلامي ومن حضارتها الإسلامية، ولذلك فالشباب باعتبارهم الكتلة الدائمة الحركة والدائمة النشاط، هؤلاء ما لو أننا نظرنا من جهة الغرب فسألنا ماذا يريد لهم، فسنقول إما أن يتبعوا الغرب فيكونوا جزءا منه وأن تذوب هويتهم في هويته، ولذلك ستجد كثيرا من المنظمات التي نشأت في بلادنا يعني حتى القنوات وحتى الصحافة وحتى المراكز البحثية التي أنشأها المحتل في بلادنا إما بواجهات أجنبية أو بواجهات ولافتات محلية، إنما تريد أن تستقطب الشباب لصالح هذه الحضارة الغربية، الفكر الغالب. والفكر الغالب أو الثقافة الغالبة في واقعنا الآن هي الليبرالية، الليبرالية الغربية. لذلك كثيرا ما احتاج الغرب إلى أن يجعل شبابنا يدخل أو أراد أن يدخلهم في هذه الليبرالية الغربية. وأنا هنا أشير إلى شيء كثيرا ما يغفل عنه المتحدثون في هذه القضية. في عهد الرئيس مرسي أجرت مؤسسة راند الأمريكية، المؤسسة البحثية المشهورة، بحثا لها عن شباب الإخوان وهل يمكن أن يذوبوا في الحضارة الغربية في الجيل التالي. يعني إذا قلنا طبعا الأمريكان كما تعرف يفكرون في أكثر من مسار، فالتفكير الذي يقول إذا استمر حكم الإخوان في مصر هل الجيل التالي من الإخوان سيذوب ويكون متقبلا الليبرالية. ولأجل هذا نزلت فرق بحثية أجرت مقابلات مع الشباب الإخواني الذي يتوقع أن يكون يعني أبناء القيادات ويتوقع أن يكون الجيل الثاني، وأجروا معهم حوارات، استضافوهم كذلك في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي وفي غيره، ثم توصلوا إلى نتيجة تقول بأنه يمكن بالفعل إذا استمر هذا المسار الليبرالي أن يذوب الجيل الثاني من شباب الإخوان وأن يكون أكثر تقبلا للحضارة الغربية. ورصدوا بعض مجموعات من الشباب الذين كانوا إسلاميين فيما سبق وأنهم يصدق فيهم أنهم تحولوا إلى هذا المعنى الليبرالي، واستدلوا على هذا بقولين لخبيرين من خبراء الإسلام السياسي في عالمنا المعاصر، وهم أوليفيروا المستشرق الفرنسي المشهور، ويعني هذا كتبه مشهورة تستحق أن تقرأ، والآخر غاب عني اسمه الآن لكن لعلي أتذكره في، وقالوا إن هؤلاء الشباب الذين يتصورون أنهم خرجوا من الأيديولوجية الإسلامية لحساب التيار الوطني، إنما هم يطورون رؤية علمانية لا يشعرون بالتناقض الذي يكون بينها وبين هويتهم الإسلامية. أعود إلى القول بأن المطلوب من الشباب أن يذوبوا في الحضارة الغربية الغالبة. طيب لكن هذا هو المطلوب أولا، إذا استعصى عليهم أحد فينبغي أن تفتح له السجون وتفتح له المشانق. طيب هذا قبل الثورات. طيب لكن الشباب يعني ليسوا كلهم إسلاميين كما تعلم، وبالتالي يعني هذه قد تكون نظرة للشباب الإسلامي أو شباب الجماعات الإسلامية، لكن من خرجوا في الثورات ليسوا كلهم إسلاميين، وبالتالي ليس من 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 الصعب أن نجمل هذه الرؤية يقول القائل على كل الشباب. على هذه كل الشباب صدقت، وهذا أيضا معنى يعني أشكرك أنك تحت لي الفرصة لتوضيحه. الإسلاميون بالمعنى التنظيمي هم قلة، لكن الهوية الغالبة في الشعب المصري وفي شعوب منطقتنا الإسلامية هي هوية إسلامية. ولذلك أنت انظر إلى الثورات. الثورات عندنا لا نستطيع أن نقول إن الذين خرجوا في الشوارع هم إسلاميون بالمعنى الحركي التنظيمي، لكن نستطيع أن نقول هم إسلاميون بمعنى الهوية التي يريدونها. ولذلك فإفرازات الثورات كلها إسلامية. يعني عندنا في مصر أي استفتاء أو أي انتخابات يأتي فيها الإسلاميون في المرحلة الأولى. كذلك عندكم في ليبيا في البداية قبل أن تعبث الأصابع المؤتمر الوطني يغلب عليه الإسلاميون. حتى في مرحلة ما قبل الثورات، مرحلة ما قبل الثورات الإسلاميون يحصلون على المركز الأول أو الثاني في أي انتخابات شبه نزيهة. بل وبعض الأنظمة أرادت أن تمتص موجة الثورات
فأتاحت انتخابات ديمقراطية جاءت بالإسلاميين وحاولوا أن يعني يجعلوهم كزخرف ديمقراطي لا يغير من أصل النظام ولكن يصد ويمتص مبررات الثورة في تلك البلاد. نعم. القصد هنا أنه عموم الشباب لديهم هذا الانتماء الإسلامي سواء، ونضيف على هذه المشاهد مشهدا آخر، إذا كانت التجارب سلمية تصدرها الإسلاميون السلميون السياسيون، وإذا كانت التجارب جهادية وعنيفة ومسلحة تصدرها الإسلاميون الجهادون أيضا. نعم. فهذا يدل على أن طبيعة هذه الأمة هي بنفسها طبيعة مائلة ومنحازة. طيب. إلى الإسلام. ما الذي كان يطلبه شباب الأمة، سواء الذي له أيديولوجية إسلامية ثابتة أو الذي ذكرت عنهم أنه في الجملة هم مسلمون ويخرجون من منطلق إسلامي، ما الذي كان يطلبه من هذه الأنظمة أو ما كانت متطلباته قبل الثورات؟ نعم، كانوا يطلبون ما يطلبه الحر كأي إنسان حر، يطلب أن يكون مقدرا محترما قادرا على قول رأيه قادرا على إنفاذ ما يريد وما يرى أن هذا من حقوق الناس وحقوق الشعب، يعني يريد أن يتحرر وأن تتحرر أمته من خلفه. هذا هو الأصل الذي دارت عليه كل هذه الصراعات. الشباب سواء أدركوا أنهم إسلاميون بالمعنى والهوية أو لم يدركوا وكان هذا مستبطنا، فإن حركتهم الثورية ضد هذه الأنظمة إنما كانت تعبر عن هذه المعركة القائمة في واقع الحياة. لأنه نحن إذا تكلمنا الآن انظر إلى عموم الشباب. عموم الشباب حين نزلوا في الثورات العربية إنما كانوا يرون أن هذه الأنظمة أنظمة معادية لهم، قد لا يستطيع هو التعبير عن هذا العداء بما تستطيع النخب به أن تعبر، لا يستطيع أن يوصف مشاعره بألفاظ المتكلمين والمتحدثين، لكنه يعرف أن هذه الأنظمة تحول بينه وبين أهدافه، تحول بين بلاده وبين أن تتحرر، تحول بين هذه الموارد الموجودة في بلادنا وبين أن تنتج وتزدهر وتستثمر. الشباب أنفسهم كانوا يهربون في مراكب الهجرة غير الشرعية أحيانا إلى أوروبا حين تنسد أمامهم السبل، حين يرى نفسه موجودا في بلد فيعني يحكمها الفساد فيستطيع ابن الوزير وابن الأمير وابن يعني وابن الرجل الكبير في المنصب الكبير أن يبلغ أو أن يأخذ حقه وهو لا يستحقه. هذه أمور يعني هذه أمور فطرية. نعم. فلذلك حين نتكلم عن الشباب، الشباب لم تكن لديهم مطالب خاصة بمعنى أنهم فئة يودون أن لو كانوا متميزين أو لو أنه سد يعني استجيب لهم لطلباتهم فإنهم سيتركون بقية الشعب. طيب، ذكرتم الشباب وطليعة الأمة يعني في بداية الحلقة أن عندما أسألك ماذا تريد الأنظمة، ماذا كانت، كيف تعاملت الأنظمة مع الشباب، فقلت لي أن السؤال يجب أن يكون كيف يتعامل المستعمر أصلا مع 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 الشباب أو ماذا يطلب. لكن الشباب عندما خرجوا يريدون مبادئ عامة ازدهرت بها الدول الغربية الاستعمارية، يعني في نهاية الأمر الحرية العدالة المساواة حتى الديمقراطية بمفهومها العام نادى بها الشباب ونادى بها الأمة، وبالتالي كأنهم فروا إلى ما عند المستعمر وأرادوا أن يستجلبوه. حل هذه المسألة؟ هذه مسألة يعني تحل في أروقة المفكرين وبألفاظهم، إنما أنا أريد أن أبسط الموقف. الشباب حين يقول نريد الحرية فهو يريد الحرية بمعناها التي تجعل منه إنسانا محترما مقدرا في مكانه، ويريد الحرية التي تجعل بلده قوة عالمية، يريد حرية أن يصنع السلاح وأن يصنع الدواء وأن يكون له قرار في هذا النظام العالمي، يريد أن يرى وطنه هكذا. لا يريد الحرية بمعنى أنه يريد الحرية والانحلال الأخلاقي، وإلا فقد كان هذا مباحا موجودة. ومتاحا. نعم، بل وأنك إذا نظرت إلى سائر الأمة العربية والإسلامية فإنك تجد هذه الأنظمة تفتح أبواب الحرام كلها وتغلق أبواب الحلال. يعني لم يكن الشباب في بلادنا يعاني من كبت جنسي لكن مثلا، لكنهم نادوا بالديمقراطية التي يشتغل بها الغرب، ونادوا بالحرية بمفهومها يعني صحيح. الاستحقاقي. لذلك ينبغي، الديمقراطية لفظ ملتبس، ينبغي أن نبحث عن معنى أصحابه. طيب، التداول السلمي، نتحدث عن التداول السلمي للسلطة. هم طلبوا تداول سلمي للسلطة، وهذا موجود في الغرب عندهم، وهذا موجود في الإسلام. نعم، أفهم. لذلك لكن القدر الذي طلبوه هو القدر الذي لا يختلف مع هويتهم. ولذلك هؤلاء حينما مارسوا الديمقراطية إنما عهدوا
بالأمانة للإسلاميين السياسيين في التجارب السياسية والجهادين في التجارب الجهادية. فلذلك القول بأنهم طلبوا الديمقراطية، هم لم يطلبوا الديمقراطية بمعناها الفلسفي الغربي الذي نحن بعيدون عن هذا، لكن هم طلبوا مطلبا هو موجود عندهم على الأقل. تحدثوا عن حرية التعبير، تحدثوا عن التداول السلمي، تحدثوا عن كثير من الاستحقاقات والمكاسب التي كانوا يرونها. أنا أريد أن فقط يعني، وبالتالي أنت قلت أن الغرب، هل الغرب قصر ذاك الأمر على نفسه وعلى شعوبه وحرمه على شعوبنا وشبابنا أم ماذا؟ نعم، هذا كلام يعني فيه صح، فيه جزء من الصحة ويحتاج إلى توضيح. أولا دعني أؤكد على أن الشباب حين طلبوا ما عند الغرب فإنما طلبوا ما عند الغرب مما لا يناقض هويتهم. طبيعي، هذا أولا يجب أن نثبته. هذا ثابت. أما الغرب فالغربيون يريدون أن يقيسوا هل هؤلاء الشباب استطاعوا أو وصلوا إلى مرحلة الذوبان في الحضارة الغربية. يعني هل إذا أنشأنا نظاما ديمقراطيا شكليا في مصر أو في غيرها لكن خلفه دولة عميقة تابعة لنا، هل هذا يمكن أن يكون يعني أن يحقق مطالب الشباب؟ هل الشباب الذي يمثل الطليعة الإسلامية إذا أسس أحزابا ونافس على السلطة هل هو بنفسه سيعيد إنتاج المفهوم الغربي في بلاده أو سيعدله فلذلك هنا نأتي إلى اللحظة التي كانت فيها في سياق الثورة. الذي عليه أو يعني قناعتي من خلال كثير من الأبحاث وباعتباري شاهد عيان، يعني أنا كنت في مصر قبل وبعد الثورة إلى ما بعد الانقلاب، أن السياسة الغربية إنما غرها أن كثيرا من الشباب يريدوا حكما ديمقراطيا وظنوا أنهم إذا وفروا لهم هذا الشكل الديمقراطي فإنهم قد يستطيعون احتوائهم والسيطرة عليهم. ومثالهم في هذا كانت التجربة التركية. التجربة التركية منذ إسقاط الخلافة سنة 1924 وإلى لحظة 2002 مع صعود حزب العدالة والتنمية، هذه التجربة التركية كانت تجربة منفتحة سياسيا لظروف كثيرة ليس هذا محل بيانها، وكان العسكر موجودون كدولة عميقة لا تتدخل في الشأن السياسي. يعني يمكن للإسلاميين أن يؤسسوا حزبا وأن يدخلوا الانتخابات وأن يحصلوا على البلديات بل وأن يصلوا إلى الوزارات ثم ينقلبون عليهم. فإذا انقلبوا عليهم أداروا البلد لمدة سنة أو سنتين ثم عادوا إلى ثكناتهم وانفتح المجال السياسي مرة أخرى. هذه التجربة السياسية استوعبت المجهود الإسلامي في تركيا. يعني لم تنشأ في تركيا تجارب مسلحة لأن المجال السياسي كان استوعب المجهود الإسلامي. فلذلك منذ أن نشر ترند تقريرها حول شبكات الإسلام المعتدل طرحت هذه الفكرة. نحن الآن في العالم الغربي، حصلت عندنا أحداث 11 سبتمبر. إذا وضعت نفسك مكانهم ستفكر بهذه الطريقة. نحن في الغرب حصلت عندنا 11 سبتمبر، حصلت لندن، حصلت مدريد، فبالتالي هناك في الشرق الأوسط ديكتاتورية تأتي إلينا بالإرهابيين. فما الحل؟ تعالوا نستوعب مجهود هؤلاء في أن نتيح لهم ديمقراطية شكلية على هذا النمط الذي هناك نخبة تتبادل السلطة بينما هناك دولة عميقة تحافظ على مصالحنا. ولأجل هذا بدأت الصيحات التي تريد نشر الديمقراطية في الغرب، لا لأنهم يحبونها أن تسود في شعوبنا ولكن لأنهم يريدونها أن تستهلك المجهود الساخط والناقم في هذه الديمقراطية الشكلية. وهذا حصل عندنا في مصر بين 1922 و1952. هذه الحقبة تسمى الحقبة الليبرالية. كان هناك احتلال إنجليزي موجود في مصر وكان هناك ملك، ولكن الأحزاب تنتخب والحكومات تسقط والمظاهرات تسقط حكومات شكلي والحكم للاحتلال. بالتالي لم يمر هذا الأمر على الشباب، فهم إنما يعني كأنهم، دعني أمشي معك في التسلسل، فهم حين فتحوا هذا المجال الديمقراطي وجدوا الإسلاميين يكتسحون في مصر. طيب. الإخوان المسلمون في غزة، حماس حين اكتسحت الانتخابات في نتيجة غير متوقعة. يعني أنت إذا قرأت مذكرات القادة الأمريكان الموجودين في هذه الفترة، كونداليزا رايس ووزير الدفاع كيتشيني وغيرهم، كلهم يتحدثون عن اندهاش من مفاجأة. نعم. فلأجل هذا كان التدبير أنه يمكن أن ننتج مشهدا ديمقراطيا في هذه البلاد العربية تستوعب هذا المجهود. وقد كان هذا قائما إلى أن أسفرت هذه النتائج على أن الشعوب لم تتعلمن بعد،
وأن العلمانيين لم يستطيعوا أن يكونوا بعد طليعة ولا تأتي بهم انتخابات، وبالتالي الديمقراطية التي نصدرها ستأتي بالإسلاميين، ستأتي بالإسلاميين وستنقلب عليهم، وهذا الذي حصل. وهذا الذي حصل. طيب، في ظل لأجل هذا هم خانوا ديمقراطيتهم كما يخونونها دائما. تأصيل جميل. في ظل هذا التخطيط وهذا التخبط من الحكومات، لابد أن أسأل عن دور الجماعات الإسلامية في كفالة الشباب وفي تطوير الشباب. عندكم في مصر جماعة الإخوان المسلمين مثلا، نعم، وهذا الشاهد الأكبر أمامي. كيف احتوت الشباب؟ كيف تعاملت مع الشباب؟ لأن البعض يقول أن هناك للأسف هناك عدم ثقة، وهناك أجيال مبتورة، وهناك أمور مخفية. نعم، الحركات الإسلامية بشكل عام كانت جزءا من استجابة الأمة لتحدي الاحتلال والاستبداد. فالحركات الإسلامية نشأت في البداية لكي تعيد إنتاج النموذج الإسلامي في هذه الهيمنة الأجنبية، ولكن الحركات الإسلامية مثلها يعني مثل كل البشر يعني يعتريها النقص ويعتريها الضعف ويعتريها الانحراف عن المبادئ الأولى. والذي كان في مصر ولظروف أيضا ليس هذا محل التفصيل فيها، الغربيون بشكل عام حين يصنفون الأخطار، وهذا موجود في كتب الأمنيين وتقارير الاستخبارية والمذكرات، حين يصنفون المخاطر يضعون الجهاديين أو المسلحين في المقام الأول، يعني هذا هو الخطر القائم وهذا الذي ينبغي التصدي له، ثم الإسلام السياسي صحيح لا يمارس العمل المسلح لكنه ينتج الأفكار المناقضة للحضارة الغربية، وبالتالي وهو أيضا مورد للحركات الجهادية. ثم الحركات السلفية أو التي لا تتدخل في شأن السياسة لكنها تحتفظ بأصول مناقضة للحضارة الغربية، وهذه أيضا رافض للخطرين الأولين. بالضبط. ثم الصوفية، وهذه تعتبر أقل الأشياء، الصوفية أو الحركات الدعوية البحتة، وهذه تعتبر أقل الأشياء مناقضة، لأن هؤلاء يمكن علمنتهم دون أن يشعروهم بأنهم تعلمنوا، يعني هؤلاء يتركون ما لقيصر بطبيعة الحال، ولذلك يمكن دائما توظيفهم. ليس لهم لا في الجهاد ولا في السياسة. لا في الجهاد ولا في السياسة، ولا يحملون الأفكار التي يرى معتنقها أنه ضد العالم الغربي. جميل. فهنا تطورت الأمور في مصر عبر فصول تاريخية مختلفة إلى أن تكون جماعة الإخوان هي يعني الكيان الإسلامي الأكبر. نعم. والكيان الإسلامي الأكبر هذا تعرض لمحن، من أشدها المحنة الناصرية. نعم. ثم خرج في السبعينات، فترة الثمانينات والتسعينات كانت شهدت مصر نمو للحركات المسلحة الجهادية. هذا النمو للحركات الجهادية كان من آثاره أن عاد بالقوة على الإخوان المسلمين، لأن السلطة كانت تحتاجهم لمواجهة هذه الجماعات. فلأجل هذا نستطيع أن نقول أنه في خلال 40 سنة الأخيرة كانت حركة الإخوان في مصر هي المنفذ الوحيد الذي يمكن فيه للشاب المتدين أن يعمل للإسلام عملا لا يهدده التهديد الوجودي العنيف. يعني هذه الحركات الجهادية في مصر مثل الجهاد والجماعة الإسلامية، هؤلاء سحقوا سحقا شديدا وكان الانضمام إليهم خطورة شديدة. فلذلك احتوى الإخوان حالة من التدين تمثل مرحلة وسيطة، ترى الدولة أن خطرهم مؤجل وترى أنه يعني يجب أن يتيح لهم التمدد لكي ينافسوا الحركة الجديدة. أنا في الفصل الثاني بدنا نتحدث عن هذه المسألة، وهل كون الإخوان والإسلاميون كوادة تستطيع قيادة الثورات أم لم يستطيعوا، لكن أستأذنك الخروج إلى هذا الفاصل. كذلك أستاذ المشاهدون نخرج إلى هذا الفاصل، من بعده نواصل.
أهلا بكم مجددا أستاذ المشاهدون. مباشرة عودة لضيفنا السيد محمد الهامي الكاتب في والباحث في التاريخ الإسلامي. وقفنا عند مسألة تربية جماعة الإخوة المسلمين في مصر، وعموما هي في العالم الإسلامي أعتقد الأمر شبيه جدا. هل استطاعت وكونت جماعة الإخوة المسلمين كوادر تستطيع بها الانتقال لمرحلة ما بعد الثورة؟ هل كان في مخطط الإخوان هذا الأمر أم لا؟ طبعا بارك الله فيكم. أولا أعود فأستكمل الإجابة على هذا السؤال، ومختصره أنه لظروف كثيرة جماعة الإخوان نفسها لم تعد ترى نفسها بديلا عن النظام الحاكم، ولا كان في ذهنها أن الشعب المصري قد يقوم بثورة. والظروف التي وجدت فيها في خلال 40 سنة الأخيرة إنما جعلت منها البديل المهادن والمدجن الذي يمكن للدولة أن يعني تقبله وتتقبله. ومع ذلك ومع هذا فإن الدولة لأنها نظام مستبد وغبي في ذات الوقت، فهو أيضا كان يرى فيها خطرا وكان يحاول أن يتخلص منها، كما قلنا بترتيب المخاطر، لأنه حين انتهى من الجهاديين أولا يعني عاد بالأمر على الإخوان المسلمين. لذلك هنا نشأ جيل من الشباب، أنا أقصد الشباب الآن التنظيمي داخل الإخوان المسلمين، جيل هو بالفعل لا يفكر في ثورة، ولكن كان وجوده كانوا كشباب أقرب إلى جيلهم من ارتباطاتهم القيادية التنظيمية، فلذلك كان تفاعل شباب الإخوان مع الثورات أفضل بكثير من تفاعل الجماعة ككيان حركي وتنظيمي مع الثورات. يعني الرابطة الشبابية كانت أقوى من الرابطة التنظيمية. نعم في هذه اللحظات. ولذلك أنا أتذكر في عام 2010 يعني قبل الثورات كان الشارع الشبابي يزخر بكثير من الشباب الذين تركوا الإخوان المسلمين وأسسوا أعمالا أخرى، أعمال ثقافية وفكرية وسياسية ومحاولات أحزاب. هذا جميل جدا. وبالتالي نحن الآن نشارف على ثورة يناير وقبلها كذلك الثورة في تونس وقبل الثورة في ليبيا. قبل الولوج لهذه الثورات، هل نستطيع أن نقول أنه كان عند في الأمة في مصر بالذات كانت هناك كوادر تستطيع القيادة، أم أننا احتجنا لأن تنفجر الثورة لنكتشف هل هناك كوادر أو لا؟ بصراحة أنا بصراحة شديدة أنا رأيي أن الأمة دائما مليئة بالكوادر التي تصلح للقيادة، لكن فرق بين كوادر تصلح للقيادة في ظل نظام قائم وبين زعماء يستطيعون قيادة البعث الجديد. زعماء فيعني دعني أضرب مثلا وإن كان قد لا يرتاح له البعض، إيران مثلا. إيران الآن إذا نظرت إلى سياسيها طبقة السياسيين، بل وإذا نظرت إلى طبقة الشباب، وأنا هنا في تركيا أحضر مؤتمرات كثيرة وأكون مشاركا في مؤتمرات وفيها عدد كثير من الشباب الإيرانيين. كيف ترى الأمر؟ وأندهش أن الإيرانيين يكلفون شبابهم بمهمات كبرى لا تسند في بلادنا إلا لمن جاوز 60 أو 70، مهمات كبرى. نعم. لكن كل هذه الكوادر في الطبقة السياسية أو في الشباب لم يكن لها أن تبلغ هذا المكان إلا بوجود الزعيم الخميني. الخميني هو شخصية الزعيم الذي يستطيع إنشاء بعث جديد، قلب الحالة، صناعة المشروع، قيادة المشروع، قيادة الثورة. حين وقد يأتي وهذا الرجل قد لا يكون يعرف الإنجليزية مثل جواد ظريف مثلا، ولا يعرف السياسة مثل علي لاريجاني، ولا، لكن إذا حذفت الخميني من تاريخ إيران وحاولت أن تتصور أين يكون جواد ظريف أو أين يكون علي لاريجاني، إما أن يكون موظفا في نظام الشاه أو يكون مطرودا أو مسجونا أو منعزلا في بيته. فالأمة دائما حافلة بالكوادر، لكن النظام الذي يعني النظام القائم هو من يسمح لها بالصعود أو الهبوط. يعني مثلا العسكريون في مصر لا يمتلكون الكوادر التي تقود ولا عشر ما لدى الإخوان المسلمين فقط، فضلا عن بقية الأمة. يعني أنت إذا نظرت في طبقة المحللين العسكريين والخبراء الاستراتيجيين تضحك من المستوى العقلي. قد شاهدها وضح هذا الأمر يعني. لكن لماذا هؤلاء يحكمون؟ لأن هناك منظومة دولية تريد لهؤلاء أن يحكموا. هؤلاء هم الملتصقون بهذه المنظومة الدولية، وهم المعبرون عن أهدافها، وهم رجالهم في هذا المكان حتى لو لم يكونوا يجيدون إدارة الدولة. ولذلك يعني نظرية قائمة
وهي نظرية تحتاج إلى بحث لأنها قوية جدا، أن الذين يحكموننا ما هم إلا واجهة، وأن طيب. وأن الحكومات الحقيقية لكن في غياب السفارة، في غياب الجو الذي يجعل هناك مسألة الزعيم الملهى، الزعيم الذي يستطيع أن يوفر لشعبه، وإن كان البعض سيناقضك في هذه المسألة، لكن أنا أسأل يعني حتى بعد سقوط هذه الأنظمة، ألم تكن في الأمة نخبة إسلامية وفكرية علمية تدرس وتشطح بأفكارها يمنة ويسرى، وبالتالي يعني لماذا غابت هذه الشخصية في قيادة الشباب؟ والله هذه طبعا هذا لغز أو مش لغز، هذا سؤال لا أملك إجابته. يعني لماذا غاب الزعيم؟ نعم لم يظهر فينا الزعيم الذي يستطيع أن يقود المرحلة بالمؤهلات التي تخرجها إلى تمكين الأمة. هل يعني الشعب يرفض وجود مسألة الزعيم؟ لا أبدا، إن الشعب شوف لن تجد في لن تجد أتصور أنك لن تجد شعبا مثل شعوب أمتنا الإسلامية في أنها تعطي وتبذل وتخلص لقياداتها لكي يقودوها. إنما المشكلة دائما في القيادات التي لا تقوم بهذا الواجب. انظر إلى شعوب، أنا ذكرت قبل الآن إنه أي تجربة سلمية الشعب يؤيد فيها السلميين ويضعهم في المراكز الأولى. أي تجربة مسلحة الشعب يضع شبابه ورجاله ونساءه عند المجاهدين الذين يجاهدون. أما نأتي عند القيادات نفسها، القيادة التي تدير الأمر سياسيا أو القيادة التي تدير الأمر عسكريا، هل هذه استطاعت أن تقوم بالمعركة على قدرها؟ الإجابة لا. لم يظهر الزعيم الذي يمكن أن يعني يخوض هذه المخاضة ويتجاوزها بنجاح. نعم لم يظهر، كيف يظهر ولماذا طيب. يظهر هذه من جهة قصة أخرى يعني. الآن في إبان الثورات وبعد سقوط الأنظمة، سواء نظام مبارك أو نظام بن علي أو نظام القذافي، هل قاد الشباب ثورتهم أم أنهم اقتيدوا من خلال نخب في نهاية الأمر يعني لم تفيدهم؟ الواقع أن الشباب اقتيدوا وقيدوا، والشباب يعني إذا كنا نمدح دائما رقة القلوب ومضاء العزيمة، فإن الذي قد يعني يؤخذ عليهم أو يؤخذ بشكل عام على هذه المرحلة أنها أيضا تنخدع في من يتصدر أو يصدر لها، كما أنهم ككل البشر قد يستلبون ويؤتون من جهة الترغيب والترهيب. ولذلك يعني نحن عندنا في مصر مثلا كثيرون من الذين أيدوا الانقلاب العسكري كانوا أصلا كانوا من الشباب، وكانوا من الشباب الذين ساهموا في ثورة يناير. وهذا هذه هي الخديعة، هذه هذا الخديعة. سأسألك عنه بعد قليل. لذلك إذا قلنا أن الشباب لا يؤتى بالرهبة قدر ما يؤتى بالرغبة كان هذا صحيح. طيب الآن سيلتحق بي الأستاذ أسامة الرياني الكاتب الصحفي والإعلامي. أهلا بك أسامة من ليبيا. مرحبا، اهلا بك يا مصطفى وضيفك الكريم. يعني دعني اسالك ابتداء، هل حصلت مفاصله بين شباب الثوره فيما بينهم فانقسموا بين فريقين، قسم يؤيد الثوره واصلها وقسم يؤيد الثوره المضاده ويدعمها؟ لانك تعلم ان الثوره المضاده الان تتحرك بالشباب وتقتل باسم الشباب وتقتل الشباب في الشباب، لماذا حصلت هذه المفاصله بين شباب الثوره الواحد؟ بداية دعني أثني كثيرا على كلام ضيفك الكريم، وقد استمتعت جدا بحديثه والله. بارك الله فيك. هذا بداية. ثانيا أنا لا أنظر إلى الأمر كما طرحته أنت، هي ليست أنهم أخذوا شباب الثورة وقسموهم جزء لناصر الثورة المضادة وجزء ليبقى مع الثورة، ليس الأمر كذلك في نظري. الأمر في نظري أن أي حركة، أي ثورة وأي تحرك فاعل يحتاج إلى شباب، وهؤلاء الشباب أفكار يعني مشاربهم شتى وأفكارهم مختلفة، فمنهم من يخدع، ومنهم من هذا حد معرفته، ومنهم من يظن أن الصواب هو ثورة مضادة كما فعل قديما. يعني في ثورة فبراير كثيرون وقفوا مع القذافي من الشباب مثلا. أنا أظن أن عنصر الشباب هو العنصر الفاعل والمؤثر في كل الثورات على مر التاريخ، ولهذا بالمناسبة تفطن القذافي لهذا مبكرا، فاشتغل على محاصرة الجامعات في لسانه الثورية مثلا. نعم. وسنوات متأخرة يعني بعد 88 تقريبا، بعد مكتب مبارك في الجزائر، اتجه أيضا
إلى الاهتمام بالشباب جمهور كرة القدم لأنه يعرف أن هذا شباب مؤثر وتكتل مخيف. أنا أظن في مصر إلى اليوم الألتراس هذا هو الأكثر إرهابا للدكتاتورية هناك. فالأمر ليس انقساما مقصودا كما قلت لكنه انقسام طبيعي طبيعي يؤيد البعض الثورة وأن يؤيد غيرهم الثورة المضادة أو النظام الدكتاتوري. طيب أسامة هذا سؤال مشترك بينك وبين ضيفي حتى أختم الحلقة، هل تتحمل النخب الإسلامية مسؤولية، أتحدث عن النخب الإسلامية، مسؤولية زج الشباب في محرقة العسكر؟ مش عارف هذا سؤال صعب يا مصطفى، لكن نقول لك لا، هو نحن لا نستطيع أن نحملهم ذلك يعني. الأمر ليس بهذه الصورة. لكنني أظن أن الشباب بطبعه مندفع، يعني همته عالية جدا، هو أكثر حماسا من الشيوخ مثلا، وربما يصدق أن نقول أكثر تهورا منهم أيضا. ولهذا أنا أظن أنه بالعكس، أن لعل بعض من سميتهم النخبة الإسلامية، وإن كان عندي تحفظ على هذه التسمية، بعضهم ربما كان مثبطا، بعضهم ربما كان أكثر دعوة للدعة والخمول والهدوء، في حين أظن أن الشباب هو الذي كان أكثر حماسا وأكثر يعني. طيب أسامة حتى أختم معك، كيف رأيت مشهد يعني مقتل الشباب التسعة في مدينة في مصر قبل يومين، وكذلك ما سبقها من أحداث في درنا، كيف رأيت ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا أمر مؤلم جدا يا أخي مصطفى، الأمر يدعو إلى كثير من الحزن والشعور بالمأساة وكذا، لكن العزاء الوحيد أننا نرجو أن يكونوا شهداء، وأنهم هم يعني هم الأسعد. أشكرك. هم الأكثر قطعا منا في الواقع، هم المحظوظون. أشكرك. الله وفقهم بهذا. جزيل الشكر أسامة الرياني الكاتب والشاعر، وعذرا لضيق الوقت أختم معك بسؤال واحد. حازم عبد العظيم مسؤول الشباب في حملة السيسي في تغريدة يقول: إلى جماعة الإخوان المسلمين، أخطأتم وأخطأنا، نعم دفعتم ثمنا أغلى إحقاقا للحق، لكن الآن الأوان أن نعتذر سويا وجميعا لثورة يناير وأرواح شهدائها. إذن هو كان مؤيد بشكل كبير للانقلاب، واليوم يراه انقلابا تاما. كلمة في ختام هذه الحلقة في هذا المحور. بداية دعني أقول أنه للأسف أنا لم أسمع أغلب إجابات الأخ أسامة. سمعت ثناءه الأول، وقد كان يعني الأهم أني أنا أسمع إجاباته، لكن كي لا يفوتني مسألة سؤال النخب الإسلامية. نعم. فأنا أقول نعم، النخب الإسلامية تتحمل هذه المسؤولية، والنخب الإسلامية للأسف أصابها ما أصاب الأنظمة العربية الحاكمة من الاستبداد ومن التكلس ومن التيبس، وصارت لها مصالحها وعلاقاتها، ويعني وصارت فيها الاختراقات كذلك، وهذا كله ما دفع إلى أن لا يكونوا على مستوى الشباب حين نزلوا في الثورة، ولا يكونوا على مستواهم حين قاوموا الانقلاب. أما بالنسبة لحزم عبد العظيم، فأنا على مذهب آخر غير مذهب أغلب من يتكلم في الإعلام في هذه الأمور. الليبراليون واليساريون في مصر لم يكونوا مخلصين لمبادئهم هم حين انقلبوا على مرسي، وهم وفروا هذا الغطاء، يعني كانوا الخديعة التي ركبها السيسي ووفروا الغطاء للشرعية. فلذلك أنا أقول إنه أي تائب عن الانقلاب يمكن القبول معه، لكن ينتبه إلى أنه أيضا مشروع وعدو. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، الوقت قصير حقيقة، وأحببنا فقط أن نخرج حتى مع هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القناة، حتى لا نغيب يعني ولا يغيب صوتكم وصوت الحقيقة. تشرفت بكم يا شيخ. إذن السادة المشاهدون، مع صعوبة ظهورنا حقيقة وتلبكنا الأخير، لكن نحاول دائما أن نثبت وأن نخرج لكم في حلقات على الأقل في وعاء فكري نقدم لكم فيه المادة الفكرية التي اعتدتموها، وإن شاء الله تعالى تتحسن الظروف أحسن فأحسن. إلى ذاك الوقت، طيب الله أوقاتكم، طيبتم وطب يومكم، السلام عليكم ورحمة الله.